call me a god. إذا كنت تريد تشتري أي أسلحة أو فضة أو أي حاجة تخص لعبة سكال أند بونز أو أي لعبة ثانية مثل ألعاب فيفا، ادخل على الرابط الموجود في الوصف ولا تنسى أنك تحط كود نوب. مرحبا وأهلا وسهلا بكم في فيديو جديد، الفيديو اللي راح أعطيكم في تحديث عن وضع القناة، وضع اللعبة بشكل عام. يعني أول شيء كل عام وانتم بخير، بمناسبة عيد الفطر. عرف انه قبل اسبوع كان الاربعاء الماضي، بس كان في توقف بسبب توقف العيد، اجازة العيد، فما كان في بث ولا كان في فيديوهات بشكل يومي. فاليوم نرجع للفيديوهات، بس هذا التحديث راح اخبركم فيه كيف بيكون وضع الفيديوهات. ما بتكون الفيديوهات يومية مثل الأول طبعا، مثل ما أنتم عارفين لما بدت اللعبة أو لما نزلت اللعبة تاريخ 9/2 تقريبا أو 12/2 لما نزلت اللعبة بشكل رسمي، كان تاريخ 12/2 أتوقع، اللي هي مش بشكل رسمي لكن البريميوم إديشن. فمن هذا التاريخ وإحنا كنا دائما ما أوكي عندي الردي هذه، كنا ننزل تقريبا 4 حلقات في اليوم بشكل منتظم، يوميا 4 حلقات. فاستمرينا على هذا الحال في الفترة الأولى. بعد كذا لما خلصنا من الستوري مود اللي هي الميشنز، المين ميشنز، المهام الرئيسية، لما خلصناها انتقلنا إلى فيديو واحد تقريبا في اليوم، صح؟ فكنا ننزل فيديو واحد، ابلود واحد في اليوم فقط، نحاول ان نغطي كل حاجة، لان الكونتنت ما واجد، يعني المحتوى اللي نقدر ننزله ما كثير في اللعبة. اللعبة مثل ما وصفتها من قبل انها لعبة ناقصة، فحاولنا ان ننزل فيديو واحد في اليوم، واذا كان في حاجة مهمة نحتاج ان نغطيها في يوم واحد كنت انزل فيديوهين في نفس اليوم، بس اكثر الايام كانت فيديو واحد في اليوم. الحين بعد ما خلصت تقريبا، يعني ما محتاج، يعني شوفوا هذا عندي تقريبا من قبل العيد اوريدي، هذا كلهم فل، هذا ما اريد امليهن لاني بس ما يعني ما بستفيد كثير من ذهب، لا، فعشان كذا ما كان يعني في داعي من اني العب اللعبة يعني، او اني اخذ هذه الموارد او الذهب او ايش اسميه. أيوة بالنسبة للمحتوى في اللعبة ما انه متوفر كثير، فاذا في حاجة يعني ضرورية اني انزل عنها اكيد طبعا بنزل عنها، لكن بشكل عام المحتوى اقل بكثير من لو تقارنه بالعاب ثانية. فلذلك نعم بنقص عدد الفيديوهات، عدد الرفع في الاسبوع بخليه تقريبا يوم الاثنين اللي هو اليوم طبعا، وبخلي الفيديو الثاني يوم الخميس، واذا كان في فيديو ثالث ما اوعدكم ولا اتوقع انه بيكون في فيديو ثاني، لا خلي الجمعه الثاني الجمعه، واذا كان في فيديو ثاني يكون الاربعاء، بس هذا الفيديو اللي يوم الاربعاء بيكون فيديو خارج عن السطر. لكن اليومين الاساسيين اللي بحاول ننزل فيهم اثنين وجمعه، كل اثنين وكل جمعه كذا بيكون وقت الرفع في القناة لحد ما يبدأ السيزن القادم اللي تقريبا، خلنا نشوف متى، خلنا نسوي بس بحار سريع، عندي وين أقدر أروح، أكيد مسوي مهمة هذا استلام، ما مسوي مهمة استلام، خلنا نروح ندمر حصن جراند، لا ما أقدر له، نرجع سنتين. ايوه السيزن يتبقى تقريبا 45 يوم يكون ولا نروح للتذكرة 42 يوم، فان شاء الله بعد 42 يوم بيكون عندنا القدرة او بيكون في تحديث جديد، واكيد بيكون في محتوى اكبر، ففي هذيك اللحظة بنقدر ان 50 العناصر معالجة اوكي،
فذيك اللحظة أكيد أني أقدر أنزل أكثر من فيديو أو فيديوهين في الأسبوع، لكن في هذه الفترة راح ألتزم تقريبا بفيديوهين. غير كذا ما في تحديث. كان في هناك سؤال، خلنا نتكلم عن هذا السؤال اللي سألني فيه عن اللون الأحمر، اللبس الحمراء ولا إيش اسمها، هذه الكوزماتيكس الحمراء في اللعبة للسفينة. طبعا هذا تقدر تأخذها عن طريق قتل سفينة الأشباح الحمراء. طبعا سفينة الأشباح الحمراء مستوى مختلف تماما عن سفينة الأشباح العادية اللي هي الزرقاء اللي متعودين عليها طبعا، لأنه هذيك الزرقاء هي وحدة فقط تقتل، يعني تفجرها تدمرها وتسيطر عليها خلاص. لكن الحمراء تقريبا يمكن بتقتل 6 أو 9، ما متأكد. خلاص مرة واحدة اليوم اللي خلصت فيه الجلتش. طبعا الجلتش ما انه جلتش، هي اكثر شيء يميل لانه بق في اللعبة وليس جلتش. خلصت في هذاك اليوم وكسبت هذا يعني الكوزماتيكس اللون الاحمر. فالطريقة هي انك تهزم السفينة هذيك، او ممكن تقدر تشتريها بالعملة الايثر يمكن. ما قد رحت اشوف، بس الحين بعد شوية بروح. خلينا ناخذ هذا واعطونا تذكرة. كم باقي لي؟ تقريبا عندي 12، فباقي لي الحين عندي 13 بيكون، فيكون باقي لي 17. اوكي خلينا نشوف الزنزانة، نروح نشوف هذا التاجر الموجود هنا اذا كان يبيع لك الكوسماتيك هذه، بس ما اتوقع انك تقدر تاخذها الا عن طريق هزيمة سفينة الاشباح الحمراء، لانه هذا مرتبط بسفينة الاشباح العادية. ايوه ما موجود، بس يمكن تقدر تحصلها في صندوق الغامض بعد. انا هذا ما اخذناه اوريدي. وعندي اوكي. ايوه مثل ما قلت، طبعا في كنت مسوي جيف اواي ما حد اشترك فيه، فما اظن انه حد يريد كان يدخل هذا الجيف اواي. السفينة الحمراء تقريبا تقدر تحصلها هنا، ف بس نسافر عشان نشوف اذا كانت موجودة، بس ما اتوقع انها تكون موجودة على الساعة 8:43، لان هي تطلع في الليل. شوف ما موجودة، بس هناك تظهر السفينة الحمراء، وما اتوقع انك بتقدر انك تحصلها وحدك، لا يعني انك تهزمها وحدك، لانها عبارة عن 3 سفن وكلها سفن قوية. فغير كذا حاول انك تجي هنا ومعاك شلتك، معاك الطاقم مالك، مع السفن المجاورة عندك، وتهجم عليها وتسيطر عليها مرة ومرتين. انا صراحة من بسبب الجلتش قدرت اني احصل على الالوان، لكن بدون الجلتش اتوقع انك تخلص مرة ومرتين او 3، وان شاء الله على حظك بتربحها. هنا نهاية المقطع اللي حدثتكم فيه عن وضع القناة. في الفترة القادمة ان شاء الله على نهاية السيزون بيكون في فيديوهات اكثر، بس الحين فقط 2 uploads في الويك الواحد، رفعين او فيديوهين في الاسبوع الواحد، وان شاء الله نلتزم بهذا الجدول. نشوفكم فيديو اخر والسلام.